السلام عليكم. إذا كنت من محبين المنتخب الوطني، لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. وفي أخبار سارة، كشف أمس الثلاثاء الاتحاد الإفريقي عن تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز لإدارة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب كوديفوار، وسيكون المساعد الأول لغوميز في الحسم مواطنه الجنوب إفريقي، في حين سيكون المساعد الثاني من دولة ليسوتو. ويعتبر الحكم الجنوب إفريقي الأفضل حاليا في القارة السمراء، ومن الجيد أن يدير مباراة الخضر القادمة أمام الفيلة الإيفوارية في حساب الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون. الجانب السلبي الوحيد هو الملعب الذي ستقام فيه المباراة، حيث يعتبر في حالة كارثية، لكن أملنا في منتخبنا كبير. بالتوفيق للمنتخب الجزائري.